أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، طلاب في صنعاء يغادرون الدراسة بعد فرض رسوم جديدة عليهم. صحيفة الشرق الأوسط تتساءل هل تمتد ارتدادات رفض نفوذ إيران إلى العراق ولبنان؟ من الصحافة الدولية، الحكومة تعود إلى عدن بعد اتفاق مع الانفصاليين. أهلا بكم. خرج فواز من مدرسته بأمانة العاصمة في وقت مبكر بوجه يكسوه الحزن، فلم يكن يرجو أن يصل إلى موقف يجد فيه نفسه مجبرا على الخروج من بين زملائه في الصف لعجز أسرته عن دفع رسوم شهرية فرضتها ميليشيا الحوثي على جميع المدارس وعنوان موقع المشاهد نت. فرض رسوم شهرية على الطلاب يدفعهم إلى التسرب من المدارس. فواز ليس بمفرده من تعرض للطرد، فكثير من الطلاب يواجهون المصير نفسه عندما تعجز أسرهم عن الدفع، وهذا ما يستنكره تربوي تحدث للموقع وقال إن الإجراءات تقضي على ما تبقى من العملية التعليمية وتسبب آثارا نفسية وفرزا عنصريا للطالب المطرود من بين زملائه. ويشعر والد أحد الطلاب بالإحباط والغضب لتعرض ابنه للطرد من الامتحان الشهري من إحدى المدارس بمديرية شعوب العاصمة صنعاء بسبب عدم قدرته على الدفع، ويعتبر أن هذا أسلوب غير لائق بإدارة المدرسة. أضاف أن نجله مع 5 طلاب آخرين من صفه تعرضوا للإهانة والإذلال أمام زملائهم، الأمر الذي أثر على نفسيته وصار يرفض الذهاب للدراسة واستذكار الدروس. ويتفق معه إبراهيم محمد الذي طرد نجله من الامتحانات من المدرسة ذاتها، حيث يقول للمشاهد: طلب ابني مهلة أياما قلائل لتسليم الرسوم، لكنهم رفضوا وأخرجوه من بيت زملائه بطريقة لم تراعي كرامة ونفسية الطالب. ميليشيا الحوثي في محافظة إب تركز على نهب الأراضي وتوزيعها على أنصارها، فيما تدفع بالأهالي للاقتتال فيما بينهم وتمول طرفي كل خلاف. ووفقا لموقع الصحوانت، ميليشيا الحوثي تغذي الصراعات القبلية، اشتباكات مسلحة في إب تخلف قتلى وجرحى. قالت مصادر محلية للصحوانت أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين قبليين في منطقة ميتم بعزلة عينان بمديرية السبرة بمدينة إب، وتسببت بسقوط قتلى وجرحى وسط تغذية الميليشيا الحوثية للصراع بين الأسرتين. أضافت المصادر أن قتلى وجرحى بينهم مدنيون سقطوا في الاشتباكات المسلحة والتي جرت بين مسلحين من أسرة بيت المروع المسنودين من ميليشيا الحوثي وبين مسلحين من بيت الرشيدي. أفادت المصادر أن مسلحي بيت المروع أقدموا على قتل شخص من أسرة الرشيدي يدعى صقر صالح وقتل مدني آخر في منطقة عينان بسبرة إب، وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية فوضى وانفلات أمني زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة. اليمن حمى التشكيل الحكومي، تحت هذا العنوان كتب عادل الأحمدي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. منذ توقيع اتفاق الرياض الخاص باليمن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سرت حركة كبيرة في الوسط السياسي أغلبها متعلق بإجراءات التشكيل الوزاري المنصوص عليه في الاتفاق، بواقع حكومة لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين المحافظة الشمالية والجنوبية. التشكيل الوزاري المرتقب يشطب نحو 8 وزارات ويحيل نحو 16 وزيرا على الأقل إلى دكة التقاعد، ما يعني أن حقائب وزارية شاغرة ووزارات ستدمج مع بعضها، وهذا كله مثار ترقب العديد من المتطلعين للمناصب. وفي الحالة اليمنية على النحو المعاش هذه الأيام، فإن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة تعيش هي الأخرى حركة دائبة من الترشيحات والتزكيات والتوصيات والتوقعات والتساؤلات، ولا سيما
أن اتفاق الرياض مثلما قلص عدد الوزارات فإنه أيضاً قلص نسبة مشاركة الأحزاب في الحكومة، خصوصاً بعد دخول المجلس الانتقالي الجنوبي كمكون جديد لديه حصة في التشكيل، عدا عن كون الوزارة السيادية الأربع الدفاع، الداخلية، الخارجية، الإعلام هي من حصة الرئيس. المستقلون من جانبهم يكررون في هذه الأثناء الحديث عن مساوئ المحاصصة الحزبية وأولوية أن تكون التعيينات لأصحاب الكفاءة والنزاهة بعيداً عن الانتماء السياسي أو المناطقي، وأن حكومة تكنوقراط هي ما يحتاجه الوضع الاستثنائي في البلد الذي يشهد حرباً مع جماعة الحوثيين منذ 5 سنوات. في هذه الأيام وطمعاً في المناصب تكثر المقالات التي تمتدح الرئيس وتلك التي تشخص الاختلالات في الأداء الحكومي السابق، وكل ذلك يغري صاحب القرار بتمديد فترة التشكيل لما يكتنفها من الطرافة والمتعة وتجديد الولاء. الشاهد الأهم في هذا كله أن حمى التشكيل الوزاري تشير إلى هوس بالمناصب في ظرف حساس يتهرب منه ذو النظر إشفاقاً من المسؤولية وخوفاً من التقصير، لكن هذا الإحساس للأسف هو العنصر الغائب في هذا السباق المحموم. ركزت الصحافة الدولية على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، حيث نطالع من صحيفة لوتون السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية والتي ترجمت لصالح قناة بلقيس: اليمن الحكومة تعود إلى عدن بعد اتفاق مع الانفصاليين. قالت الصحيفة إن عودة رئيس الوزراء وأربعة من وزرائه إلى العاصمة المؤقتة عدن جاء بعد توقيع اتفاق في أوائل نوفمبر مع الانفصاليين الجنوبيين الذين طردوا الحكومة سابقا من البلاد. سيطرت القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس على عدن، والتي أصبحت مقرا مؤقتا للحكومة التي طردها بالفعل المتمردون الحوثيون من صنعاء عام 2014 في 5 نوفمبر. وقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة المتحالفان من حيث المبدأ في حرب ضد الحوثيين اتفاقية في الرياض لتقاسم السلطة تحت وساطة المملكة العربية السعودية. تنص الاتفاقية على دمج الانفصاليين من المجلس الانتقالي في الحكومة وعودة الأخيرة ممن فاها في الرياض إلى عدن، ويعيش الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في الرياض منذ أن استولى الحوثيون المتمردون المدعومون من إيران على صنعاء. تقول الصحيفة السويسرية: أثار الصراع بين الأخوة في جنوب اليمن مخاوف من تفكك التحالف المناهض للحوثيين وإشعال النار في البلاد التي تعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، حيث قتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين. صحيفة العربي الجديد تحدثت عن فوضى الأسواق اليمنية، حيث سيطرت السلع المغشوشة والمهربة والمقلدة على الأسواق اليمنية وسط تحذيرات من مخاطرها على الاقتصاد المحلي والمستهلكين في ظل مؤشرات مخيفة حول تنامي الظاهرة، إذ أصبحت هذه السلع وفق بيانات حديثة تستحوذ على 60% من حجم التجارة في البلاد. أدت الحرب التي دخلت عامها الخامس في اليمن إلى سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات على معظم المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفرض إجراءات تفتيش صارمة على دخول البضائع والسلع والمواد الخام الصناعية إلى البلاد، بينما تم تقويض السلطات الحكومية في الداخل ما خلق أسواقا تجارية موازية أفرزتها الحرب في ظل تهاوي الإنتاج المحلي، وفتحت فوضى الأسواق بابا واسعا للتهريب والتقليد والغش التجاري، حيث تضررت مئات السلع والعلامات التجارية من تنامي ظاهرة الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية للسلع والمنتجات سواء المستوردة أو المصنعة محليا. أحد فناني عدن عصام الخليدي يكتب عن الأوقات الصعبة التي تعيشها عدن ويربط بين ما يجري داخل المدينة وبين ما تشهده الدول العربية، مضيفا في مقال نشره عدن الغد: كل الكيانات العربية اليوم تعيش حالة تخبط وفراغ معرفي إنساني. أمة لا تعترف إلا بظواهر الأمور السطحية ولا تفتش عن القيم والمبادئ والسلوك والأخلاقيات. تبوأ اللصوص والفاسدون أعلى المناصب والرتب ومقاليد الحكم والسلطة، وتاهت الشعوب في ماراثون توفير
لقمة العيش والحياة بعزة وكرامة. ضاع العلماء والمثقفون والنخب وصفوة القوم في زحمة ثقافة النهب والقتل وتجارة الحروب. نحن نمر في أسوأ مرحلة انحدار على كل الصعد التي تشهدها المجتمعات العربية، فارغة المحتوى والمضمون، عديمة الجدوى. ولسنا في وقتنا الراهن سوى ظاهرة صوتية. انظروا إلى واقع الحال في مدينة عدن العاصمة المؤقتة والمحررة المنكوبة بعد ما يقارب 5 سنوات من انتهاء الحرب الضروس التي شهدتها، وقوافل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم قربانا لمستقبل مشرق، وتضرجت دماؤهم الزكية في كل شبر من ميادين القتال للدفاع عن الوطن والأرض والكرامة والحرية. عدن الباسلة الأبية تنزف وتعلن للعالم بأسره تردي أوضاعها وقسوة معاناتها على مختلف الصعود الحياتية الآدمية والإنسانية، وتشهد حتى كتابة هذا السطور حروبا فتاكة قاتلة أشد وطأة وأعنف من سابقتها في سبيل مقارعة ديمومة واستمرارية الحياة. نعم، عدن وساكنوها يواجهون الموت في كل لحظة، واستوطن الخوف والرعب قلوب كل من سكن مدينة عدن الأسرة الساحرة والمشهودة بدورها الريادي والتنويري في اتساع الكون. عدن التي عرفت منذ الأزل والخليقة بطيبة ودماثة أخلاق أهلها وثقافتها وفنونها وحضنها الدافئ. عدن تعيش حالة اقتصادية سيئة للغاية متدهورة وأزمات خانقة بسبب ارتفاع حرب العملات وانهيار الريال اليمني المخيف وحروب الخدمات والكهرباء والنفط والاغتيالات. عدن تصطلي بنار عذاباتها المميتة، تستغيث وتصرخ بمختلف شرائحها الاجتماعية وأطيافها المتعددة. كفى عبثا واستهتارا وعبودية بحياة الناس المستضعفين، واضطهاد وإهدار وإباحة وإنكار حقوق المواطنين الصابرين المنهكين. يكفينا ظلم وقهر. صحيفة الشرق الأوسط تتساءل حول موجة الربيع العربي الثاني وتقول: هل تمتد ارتدادات رفض نفوذ إيران في العراق ولبنان إلى اليمن؟ قالت الصحيفة إن الكثير من الخبراء يعتقدون أن اليمن لن يكون بمنأى عن ارتدادات الانتفاضة الشعبية في البلدان الثلاثة العراق ولبنان وإيران، مرجحين أن يلحق اليمنيون ركب هذه الثورة ضد السياسات الإيرانية الطائفية قريباً، وألا يظلوا مكتوفي الأيدي، كما يؤكدون أن الميليشيات الحوثية الإيرانية تعيش توجسا مما تخفيه الأيام المقبلة، لا سيما وهي ترى مشروع مموليها وداعميها الحرس الثوري الإيراني يتداعى. ويرى مسؤول حكومي أن إيران تجني ثمار سياساتها في المنطقة، مضيفا أن الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت معظم المحافظات الإيرانية بعد انتفاضتي العراق ولبنان تؤكد المأزق الذي يعانيه نظام الملالي في إيران. كثيرة هي القواسم بين إيران من جهة ولبنان والعراق من جهة ثانية، أبرزها أن القوى المدعومة من طهران هي الأقوى سياسيا في البلدين العربيين، لكن الاحتجاجات الأخيرة تنبئ أن الاخطبوط الإيراني يعيش أوقاتا صعبة، كما قال موقع دي دبليو الألماني في تقرير بعنوان: هل يبدأ سقوط الدومينو في إيران لينتهي في العراق ولبنان؟ في عام الاحتجاجات التي انتشرت في أكثر من بلد لدرجة حديث محللين عن ربيع عالمي وليس فقط عربي جديد، يخرج آلاف المتظاهرين في إيران. في الظاهر تتوقف المطالب على رفض رفع أسعار البنزين، لكن في العمق قد تتوحد مطالب الإيرانيين مع مطالب اللبنانيين والعراقيين ضد النظام السياسي ككل، لا سيما مع وجود قواسم كثيرة بين البلدين الثلاثة أو البلدان الثلاثة، أبرزها القبضة الإيرانية التي تتجاوز حدود بلدها. يقول الموقع: منذ سقوط نظام صدام احتفظت طهران بتأثير كبير على الساحة العراقية، مستفيدة في ذلك من كون الشيعة أغلبية في البلد ومن القرب الجغرافي، لتتمكن من التغلغل العسكري والسياسي. وحسب تصريحات سابقة للإعلامي العراقي أحمد الركابي للدي دبليو عربية في العراق، يمثل خطا أحمر
المؤتمر بالنسبة لإيران ليس فقط من الناحية الأمنية نظرا للحدود الشاسعة بينهما أو استفادتها من العائدات النفطية، بل كذلك لوجود أحزاب عراقية ترتبط بإيران. وجع الإنسان في مواجهة الطغيان، تحت هذا العنوان كتب ماجد الشيخ مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. في بلادنا وفق العادة والتقاليد العتيقة كما المستحدثة، يطلقون على إدارة السلطة اسم دولة، وعلى عمليات الاقتراع ممارسة ديمقراطية من دون أن تتوفر لهذه الممارسة مستلزماتها الضرورية، وسط أعراس من احتفاء الزعماء من أهل السلطة بناسهم الذين لا يتمتعون بأدنى حقوق المواطنة. في بلاد الناس يكبر الوطن بمواطنيه حين يمنحهم كامل حقوقهم الطبيعية الإنسانية ويعطيهم كل حقوق المواطنة المتساوية بين أفراد الكل الوطني، لا فرق بين أهل السلطة مهما على شأنهم وأهل المجتمع الأهلي على اختلاف طبقاتهم وانتماءاتهم وأطيافهم. ولكن في بلادنا يصغر الوطن بتشريعات ومشاريع قوانين اللامواطنة والتحاصصات الطائفية والمذهبية والمناطقية الطاردة لقيم المواطنة من ألفها إلى يائها، مواطنة مغيبة بالقسر والإكراه في وطن منهوب ومنكوب سلطويا. لهذا كانت وتكون ثورات وجع الإنسان في مواجهة الطغيان، طغيان السلطة والقيم التقليدية الاجتماعية والدينية والسياسية والعائلية القبلية والعشائرية والأسرية في أبرز تجليات سلطويتها وطغيانها، وعدم رؤية إنسان يتوجع، مجتمع مجروح يتألم، بلاد لم تعد أوطاناً يعتد بها أصحابها، بقدر ما تحولت على أيادي الطغاة إلى مسرح للعبث بأقدار وحيوات الناس والتحكم بمصائرهم ومصائر أبنائهم ومستقبلهم. وجع الإنسان في مواجهة الطغيان استدعى ويستدعي ثورات نقية وعفوية، ولو أنها غير منظمة لكنها الأكثر تأثيراً والأكثر انتشاراً في عقر دار سلطات القهر وغلبة روح الاستبداد والاستئثار بكل شيء. في واقع كهذا لا يمكن إنكار ضرورة بلورة وعي شعبي ووطني مضاد يعمل على إطفاء نيران الغرائز الطائفية التي عمل السلطويون من كل الطوائف والمذاهب على تأجيجها حماية لمصالح لهم واستثمارها فخاخاً وألغاماً أمام ثورات شعوب عديدة من بلداننا، على غرار ما يجري في لبنان والعراق ثورات الحركات الشعبية، وهي تسعى إلى الخلاص من ربقة سلطات سياسية وكهنوتية تضامناً مع سلوكياتها التخريبية حد الهوس في عبادة وتقديس متلازمة عام السلطة، أملاً في البقاء والاحتفاظ بها كونها الطريق الوحيد إن لم يكن الأوحد للاحتفاظ بمصالحهم ومواقعهم وأدوارهم ووظائفهم السلطوية. من المرتقب أن يدعم تطبيق واتساب عما قريب كما أورد موقع عربي بوست استخدام الحساب الواحد على عدة أجهزة، وقد ظهرت الخاصية في إحدى الإصدارات التجريبية على نظام التشغيل iOS تطلب من المستخدمين إدخال رمز تسجيل من أجل تفعيل الحساب على جهاز آخر، وبمجرد تمكين الخاصية سيمكنك استخدام نفس حساب واتساب على العديد من الأجهزة. موقع هندي قال أنه تم اكتشاف هذه الخاصية على الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب عند تسجيل الدخول على جهاز جديد. يطلب تطبيق واتساب عادة رمز تحقق يجب أن يكون معينا مسبقا، وفي الإصدار التجريبي يخطر التطبيق بطلب رمز التسجيل للحساب، كما سيظهر إشعار منبثق في هذا الإصدار إلا أنه لم يعمل بعد. ومع تطوير دعم خاصية التشغيل على العديد من الأجهزة، اقترب تطبيق واتساب من إصدار وضع الظلام المنتظر بشدة، إذ يجري الآن إدخال التعديلات الطفيفة النهائية على الإصدار التجريبي. في أوائل هذا العام دفع ريتشارد ما الرئيس التنفيذي لشركة كوانتستامب للأمن في سان فرانسيسكو 9500 دولار ثمنا لفستان زوجته، لكن هذا مبلغا كبيرا حقا إذ كانت الزوجة لن ترتديه على الإطلاق. وبحسب البي بي سي، الفستان الذي يوصف بأنه فستان رقمي مصمم ليكون متاحا على الإنترنت فقط لتلتقط الزوجة به
عدة صور افتراضية. يقول ريتشارد: نعم هو غالي الثمن بكل تأكيد، لكنه أيضا يعد نوعا من الاستثمار. لكن ما هو نوع هذا الثوب الذي يكلف هذا الثمن ولن ترتديه صاحبته وغير موجود في الواقع؟ إنه باختصار فستان افتراضي صممته شركة فابريكانت المتخصصة في الأزياء الرقمية باستخدام تقنية خاصة لتتمكن من تركيبه على صورة للزوجة ماري رين، وهي ترتدي الفستان الافتراضي وتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ريتشارد يقول أنه وزوجته عادة لا يشتريان ملابس غالية الثمن، لكنه أراد هذا الثوب لأنه يعتقد أن لديه قيمة على المدى البعيد. يتابع قائلا: خلال 10 سنوات سيرتدي الجميع ملابس رقمية على الإنترنت، إنها لحظة فريدة. أما زوجته ماري فقد نشرت صورتها على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك وكذلك موقع ويتشات، لكنها فضلت أن لا تضعها على أي وسيلة تواصل اجتماعية أخرى. تنشر مجلة فورين أفيرز جزءا من الفهم الأمريكي لما يجري في الشرق الأوسط، وقد ترجمت صحيفة الغد مقتطفات من ذلك الفهم الذي تضمنه تحليل مطول والذي جاء فيه: للشرق الأوسط تاريخ وثقافة ومنطق جيوسياسي متميز، حيث القوى المحلية عالقة في لعبة كبيرة متغيرة بلا توقف. ومع أنه أضعف كثيرا من إمكانية تجنب الهيمنة المؤقتة للغرباء، فإنه قوي بما يكفي لمقاومة الاحتواء الكامل. ونتيجة لذلك تذهب الخطط الكبرى لخلق نظام إقليمي بشكل حتمي أدراج الرياح، ويغادر الأجانب مصحوبين بالسخط والغضب في نهاية المطاف، واللعبة تستمر. في منتصف القرن 20 استلمت الولايات المتحدة الزمام من المملكة المتحدة لتكون القوة الخارجية القياسية، وبحلول 70ات القرن 20 كان عليها أن تتعامل مع بقايا حرب الأيام الستة التي استولت فيها إسرائيل على أراض من مصر والأردن وسوريا. واستخدم وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الحين هنري كيسنجر الدبلوماسية الأمريكية لتسهيل تسليم الأرض مقابل السلام، مؤذنا بانطلاق عقود مما تعرف الآن باسم عملية السلام في الشرق الأوسط. ولكن بحلول العام 2016 توقفت هذه العملية، وكانت معظم الإدارات الجديدة لتحاول المضي قدما بهذه العملية. وبدلا من ذلك سحب الرئيس دونالد ترامب القابس. تخلت الإدارة الأمريكية عن نصف قرن من السياسة الأمريكية لصالح حلم بالهيمنة على أساس الانسحاب الأمريكي رخيص التكلفة، مع التعاقد على احتواء إيران مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ويقول أحد الخبراء إن هذا المسار الجديد هو إخفاق كامل، والذي أدى مباشرة إلى الأزمة الحالية. الرئيس جيمي كارتر هو الذي تخلى عن سياسة كيسنجر جالبا إلى الموقف الأمريكي هوسا شخصيا بالقضية الفلسطينية. كانت نجاحات عملية السلام مثل معاهدات إسرائيل مع مصر والأردن مبادلات مادية يمكن تصورها، وليست مساع من أجل تحقيق العدالة. لكن عقد صفقات مماثلة مع سوريا والفلسطينيين يبقى غير مرجح إلى حد كبير. كانت جريمة ترامب الحقيقية هي الاعتراف بذلك محطما الأوهام المعتنقة منذ وقت طويل. سمك مذعور ودبابة خجولة وبوم ساخر وغيرها من الصور الكوميدية والمدهشة لبعض الحيوانات في جولتنا المصورة لهذا اليوم من شبكة البي بي سي. نتابع.
فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسومات وألوان بسيطة متاحة للجميع، لكن أثره يظل عميقاً ولزمن أطول. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.